ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير. ان شاء الله اليوم جينا نديروا واحد لي بتيبا بزاف هايلين حيعجبوكم، حطيتهم لكم ديجا في الفيسبوك وعجبوكم، وكيف تحتفظوا بهم اكثر من شهر. كيما نقول لكم ما حيصالهم والو، على بالكم بلي افكار راهم يتسرقوا، صافي من داك نخت انا من الفرصه ما عنديش الامكانيات باش نصور كل يوم، صافي نحط لكم في الفيسبوك باش اوموان نكون هكا ما يسرقوناش الافكار. واش حتسحقوا؟ تسحقوا نصف كاس، انا هنا ذوبت 3 مغارف تاع زبده يكونوا من الباطه تنحوهم ذوبوهم وتزيدوا معاهم 3 مغارف تاع زيت، حيديروا لكم نص كاس هكذا. هذه الاولى. تسحقوا نص كاس تاع حليب، انا بركي ذوبت في نفس الكسرونه اللي كانت فيها الزبده هكذا. تسحقوا المكون الهايل اللي بزاف هذا التيبان اللي حيخففوا لكم، علبه تاع ياغورت ناتشور ماهوش غالي، دي فوا شرو بزاف في الدار وخلوهم تحقوهم، تحقوهم في وصفات بزاف في لي بيتزا في لي كوكا هكذا. الحليب ما قلت لكمش عليه، الحليب يكون دافي ماشي سخون، لازم دافي باش ما يقتل لكمش اللي فيه تاع الخميره. تكسروا الحبه تاع البيض، انا طاحت لي برك حبه تاع البيض، هاي ديك الحبه تاع البيض ديروها كامله. تسحقوا هنايا درت مغرف تاع لافاني، مغرف صغيره تاع بيكربونات، ملعقه صغيره تاع الملح، وزوج مغارف ونص سكر. لافاني بيكربونات اذا كانت عندكم مهمه، الملح والسكر. زيدوا وحده ساشي تاع لا ليفيغ شيميك 10 غرام. ونسحقوا مغرف ونص تاع الخميره تاع الخبز، ديروا مغرف تاع الحشا. دوك انا ديجا الفرينه لازم تغربلوها، انا ديجا كنت مغربلتها وانا زدت عاود قلت لها مره دوزيام هاكا ندخل لها الهواء. تبداو تلمو، قال لكم عجينه شغل تتلصق ماشي يابسه وماشي طريه بزاف. انا قلت لكم ديجا راني مغربله الفرن ديالي. خليته يكون طري هكا، زيد لها شويه على هكا. هكا حتكون العجينه ديالكم كما قلت لكم، ما حتتلصق ما تكون طريه بزاف. تدلكوها غير هكا واحد زوج دقائق برك. هايدي كيفاش حتكون. دوك واش ندير؟ نخليها تخمر، نغطيها بكاش حاجه، دوك ندم كامل هاد الاطراف ونخلوها تخمر. خلوها في بلاصه تكون دافيه، ها القوام ديالها شوفوا كيفاه تجيكم، هاولي خلوها في بلاصه دافيه تكون مليح دافيه باش تمتم تخمر لنا، ومن بعد نكسروا لها الخميره ونزيدوا نخلوها تخمر. دوك نوريكم، دوك نروح نخليها تخمر. دوكا بعد ما تكون خمرت انا ما نكتبش حطيتها قدام الفرن، نشعل الكوشه ونحطها من الفوق، نكسروا لها الخميره ديالها هكذا. قلت لكم غير شويه نكسر برك الخميره هذيك وتزيدوا تخلوه يخمر مره ثانيه، المره الثانيه حيخمر تمتم. قلت لكم سختو الا كنتو شاعلين الفرن وحطوه من الفوق، حطوه هكا في غيسيبيون وغطوه بالسربيته وخلوه يخمر. باش نقول لكم انا استعملت الفرينه تاع الكيلو وتخرج لكم نتيجه هايله برك، غربلوها برك. نعاود نحطها ونزيد نغطيها مره واحده اخرى، ومن بعد تسحقوا مور ما نخلوها تخمر مره ثانيه وجدوا الشوكولاته اختيني باش اذا كنتو تشوفوا ديروا الوصفه معانا. دوك
بعد ما تكون العجينه تاعكم خمرت، شوفوا كيف خمرت لي هذه في يا ربي 5 دقائق بين الخميره الاولى والدوزيامه. دوك شاك واحد ديروا حنقرصوهم، حيخرجوا لنا بالك واحد 14 وحده، خطر على حساب الفرينه كل مره كيفاش ترفد. دوك انا نقرصهم كامل هكا صغار ونعاودوا نولوا. شاك واحد ديروا هادو تغطوهم هكا، جيبوا الحلال ما حتحقوا ما تحقوش الفرينه، حلوهم قد ما تقدروا رقاق. وهنايا في هذه المرحله دوك نوريكم كيفاش تخبوهم. قلت لكم تقدروا تخبوهم في الكونجيلاتور اذا كنتو نتوما زعما ماشي بزاف ولا، وتقدروا تجبدوهم الوقت اللي تحبوا. دوك نوريكم كيفاه. هكذا جيبوا شوكولا تختيني النوعيه اللي تحبوها، هنايا هكا. بعد واش ديروا تطووه هكا، ما تخافوش دوك تكبر، راه ما تبانلكمش بركه هي صغيره ولا. واش ديروا هنا تغلقوا مليح هكا، حتجيكم الحبه. دوك تشوفوا كي ضاعف الحجم ديالها، ما تصدقوش باللي هذه كبرت. وشنو اللي حب يخمر دوك نزيدو نخلوه ثاني يخمر مره واحده اخرى، وحطوه في بلاصه دافيه. انا دايره هذاك الفرن ريزيستانس هذاك وحط عليه يخمر، تمتم العجينه حتخمر لكم. دوك نوري لكم نزيد ندير لكم واحده اخرى ونفهمكم كيفاش تقدروا تحتفظوا بهم تخبوهم. حلوها قد ما تقدروا رقيقه هكا. هذا جيبوا شوكولا، الكميه تبقى نتوما على حسابكم باش ما نسخش يدي. هكذا هنا ثاني رقيق، هنايا نغلقوها مليح، تقلبوا الحبه ديالكم. دوك هنايا في هذه المرحله كنتو حابين نتوما ما ضمكوش حطيبوه كامل، كملتو كامل الكميه اللي عندكم وما حبيتوش تطيبوه كامل. في هذه المرحله قبل ما يخمر هكا، جيبوا اون بواط هكا تاع بلاستيك، حطوا فيها بابي الومنيوم ولا هذاك ورق المصاص كيما تحبوا، ستفوا وحده قدام وحده وديروهم في الكونجيلاتور. نهار تحبوا تجبدوهم، انا درت لكم الفكره هذه في فيسبوك، تجبدوهم وخلوهم في بلاصه دافيه يخمروا وتقدروا تعاودوا طيبوهم. هذه اذا كنتوا ماكوش حابين طيبوهم دوكا، تجيبوا باطا نعاود لكم وتحطوها تحطوهم فيها، حطوا وحده قدام وحده وطلعوهم للكونجيلاتور خبوهم الوقت اللي حبيتوا، ماهمش حيفسدوا. تحبسوا لهم التخمير، تحبسوا عمليه التخمير، العجينه ما تزيدش تخمر. كي تحقوا كنتو مزروبين ولا نتوما خدامين ما على باليش، تجبدوهم تحطوهم في بلاصه دافيه يتعاودوا ديفلوباو ويخمروا عادي نورمال. ديروا لهم سفر تاع البيض ودخلوهم يطيبوا وتشوفوا كيف يجوكم شغل جدد. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الفكره، نكمل انا الخدم ديالي. Waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect. شو ديروا بعد ما تشكلوهم ديجا بداو يخمروا، تروحوا تحطوهم في بلاصه دافيه تخلوهم يخمروا، او ميم طو تكونوا وجدتوا حبه صغار مع شويه لافاني وشويه حليب. بعد ما يخمروا كامل دوك نوري لكم كيفاش ندهنهم. دوك نغطيهم هكذا هكذا بحال في سربيته وحطوهم يخمروا مره واحده اخرى في بلاصه دافيه. دوك بعد ما تشوفوا خمر، شوفوا كيف تضاعف الحجم ديالو، لازم يولي هكا. عندكم مرحله تاع التخمير مهمه بزاف، حطوه في بلاصه دافيه. هنا درت صفار البيض مع شويه حليب ولافاني. سيو كي تدهنوا ما تضغطوش بزاف وما تهبطوش البيض كاع لتحته. نبداو بهاد السنيوه والاخرى درتها تخمر، تشعلوا لها من التحت. دوكا انا اللي شعلت كي كان هو يخمر، تشعلوا الفرن ديالكم يسخن على 180 درجه، تشعلوا له من التحت ومن بعد تشعلوا له شويه من الفوق. هذا ما كان، وكي يخرج نوريه لكم كيفاش يجي. كل وحده تعرف الفرن ديالها، ما تزيدوا للنار وما تنقصوا بزاف.
في البدايه زيدوا له شويه باش يديفلوب التيبان ديالكم. انا ما هاد الفور ما عنديش مداريه في الدار، عندي الفونتيلاتور، اذا كانت عندكم استعملوها، ما كانتش عندكم ما تستعملوهاش، ما تستعملوهاش حيخرج لكم هايل هكا. ما فليكو هادوك لازم ديرو مليح. هاني درت دوكا نروح ندخلهم للفور ومن بعد نعاود نتلاقاو في صحن التقديم. كما كتشوفوا هاد الكليب تيبا ديالنا انا طالو به السنيوه الاولى، بقات لي غير هادي. شوفوا شحال يجيكم خفيف، ها هو بلا غير يهضر على روحو. ديجا انا درتو من قبل وريتو لكم في الفيسبوك، شوفوا كيفاه يجي خفيف ريشه. شوفوا دوك نقص محبه اللي تحبوها، شوفوا ها انا وسخون برك يعني ما قدرتش. ها هو شوفوا كيفاه ها هو سخون. شوفوا شحال يجيكم خفيف هاوليك. دوك راني حنقسم معاكم، شوفوا خفيف بزاف وتاني بنين. هاي ديك الشيكولا بزاف هايل وبزاف بنين، وحيجيكم صدقوني بزاف بزاف هايل، حيعجبكم بزاف. تقدروا تزيدوا دوكا الشوكولا، انا ما زدتش هكا وسخون وريته لكم، عمرته ديجا من الاول. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله تسيوا هذه الوصفه. ما تنساوش تابوني وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. عطيني شويه.